في ديسمبر عام 2016 كانت الرئيسة التايوانية تساي إنغون قد تولت منصبها منذ بضعة أشهر فقط، عندما اتصلت سراً بالرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك دونالد ترامب الذي لم يكن قد تولى منصبه رسمياً بعد. لم تكن هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تغضب فيها تساي جارتها العملاق الصين كأول زعيم تايواني يتحدث مع رئيس أمريكي منذ 4 عقود. لطالما أرادت الصين ضم جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، لكن محاربة هذه الفكرة تحديداً هي السبب الرئيسي في وصول تساي إلى السلطة وبقائها فيها. عندما صعدت لقيادة حزبها الديمقراطي التقدمي قبل 15 عاماً، كان ينظر لها على نطاق واسع بأنها زعيمة مؤقتة وضعيفة نسبياً ومتبلدة المشاعر عند مخاطبة الجماهير بحسب برقية أمريكية، لكن على مدى السنوات اللاحقة وجدت أسلوبها الخاص ونجحت في رسم مسيرة سياسية طويلة بولايتين رئاسيتين. الغضب الصيني من استقبالها لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان لم يمنع تساي من زيارة الولايات المتحدة بنفسها قبل أيام، والتي ردت عليها الصين بتدريبات عسكرية تحاكي محاصرة تايوان. في السر شبهت تساي الوضع بالمشي على حبل مشدود، وفي العلن توصف كثيراً بأنها أنجيلا ميركل الآسيوية، ليس فقط بسبب دخولها السياسة قادمة من الأوساط الأكاديمية، بل أيضاً بسبب ثباتها وكفاءتها وسرعة اغتنامها الفرص لدعم أجنداتها.